مساء الخير، يوم جديد بيطل علينا وحلقة جديدة من Property Yours، هالبرنامج اللي بيعرفكن على كيفية أنواع العقارات المتوفرة بلبنان. إذا حابين تتملكوا بيت بالجبل أو بالساحل، فيلا أو حتى مكتب تجاري، تابعوا الحلقة، خليكن معنا. Grand Tower 5127 Residential و Commercial Tower جاهز للسكن. موقعه بسن الفيل استراتيجي قريب من المحلات التجارية والمدارس والجامعات. مؤلف من 13 طابق، قسم من الأبارتمنت شقة بالطابق وقسم شقتين بالطابق، تتراوح المساحات بين 125 و 195 متر مربع. شوروم تجاري 400 متر مربع مع مستودع 200 متر مربع و10 باركينج سبوت صالح للبنوك أو الشركات الكبيرة. مدخل الشوروم خاص مسئل عن البناية، لكجري تاور مع هاي أند سبيكس من أهمهم. دبل وولز ودبل جليزينج، يوروبيان باثرومز وكيتشن، تو برايفت اليفيتورز بالاضافه لاثنين اندر جراوند ستورز للباركينج مع ستورج روم لكل شقه. جراند تاور 5127 تاور سكني وتجاري بسن الفيل، كاشف على فيو 360 درجه ومواصفات عاليه بالعمار. K54 بروجكت سكني بمنطقة الكحالة، موقعه على تلة مطلة على بانوراميك فيو صوب بيروت والجبل وعلى بعد 10 دقايق من بيروت. مؤلف البروجكت من 3 بلوكس وكل بلوك من 3 طوابق وشقتين بالطابق. 18 أبارتمنت بمساحات مختلفة تتراوح بين 140 و 400 متر مربع. أبارتمنت مختلفين سامبلكس وجوبلكس وقسم تابع لإلو جاردنز وتيراس. من أهم المواصفات مدخل خاص ومستقل لكل بلوك، جيم وتشيلدرنز بلاي جراوند وهاي أند فينيشينج بالداخل. K54 Luxury Project بالكحالة جاهز للسكن، قريب من بيروت وبنفس الوقت بمنطقة آمنة ورايقة مع فيو ما بينحجب بمحيط خضار وشجر. سيفي رايز بوسط المدينة بيروت، أعلى تاور بمنطقة سوليدار جهة الشمال، كاشف على بانوراميك فيو ما بينحجب. موقعه استراتيجي قريب من المرفأ وأهم المراكز التجارية والسياحية. مؤلف التاور من 12 طابق جراوند فلور ميزانين تجاري و11 طابق للسكن. افيلبل للبيع قسم شقتين بالطابق، مساحة كل شقة بين 177 وال 189 متر مربع، وقسم شقة بالطابق مساحتها 320 متر مربع وجوبلكس 400 متر مربع. سيفي رايز ببرايم لوكيشن مقابل بار بيروت مع اوبن فيو على المدينة والبحر. 2 هاي سبيد اليفيترز، دبل جليزينج، اي سي وهيتنج سيستم. بالداخل يوروبيان ماربل وسيراميك، باثرومز أوروبية وفول سيلينج مع اندايركت لايتينج. سيفي رايز بيتمتع بعلاقة مع سوليدار من دون ما يخضع للشروط. 5 underground floors مخصصين للباركينج والستورج بالإضافة لسبيسيفيكيشنز فخمة وهاي اند فينيشينج. شقتين كبار وخمسة أصغر افيلبل للبيع.
جمهور ريزيدنس بروجكت سكني اندر كونستراكشن بالجمهور، موقعه بعيد دقائق عن الطريق العام وكاشف على فيو بحر وجبال بمنطقه امنه ورايقه. مؤلف من 4 بلوكس، وكل بلوك من 4 طوابق وروف و8 شقق. 2 من الابارتمنتس مع جاردن، 2 مع روف، بالاضافه ل 4 سامبلكس. مساحة السامبلكس بين 186 و 310 متر مربع، أما الدوبلكس بين 340 و 600 متر مربع. مودرن أركيتكتشر ومساحات خضراء داخل المشروع، بالإضافة لهاي أند فينيشينج وبانوراميك فيو من أي نقطة. من أهم المواصفات دبل وولز ودبل جليزينج، إمرجنسي جنريتور، باثرومز وكيتشنز أوروبية، بالإضافة لإير كونديشنينج وهيتينج سيستم. جمهور ريزيدنس بروجكت مؤلف من 4 بلوكس و32 شقة وطابقين للباركينج، حالياً بمرحلة الكونستراكشن والتسليم بيبدأ بأول 2019. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف على فيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام، محلات تجارية، مكاتب وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلابل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرغراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج، أما بالداخل رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع، سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24 وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي، بمنطقه استراتيجيه قريبه من اهم المراكز التجاريه بالمدينه، والتسليم باول 2018. كشفت مصادر أن شركة دار الأركان للتطوير العقاري بتعتزم إطلاق أول مشروع عقاري لها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأوضحت المصادر أن المشروع عبارة عن برج سكني باسم I Love Florence، وبيتألف من 34 طابق وبيضم شقق سكنية بتتألف من 1 و 2 و 3 غرف نوم، وبيشمل حوض سباحة ونادي رياضي، وبتطل جميع وحداته السكنية على الواجهة المائية لقناة دبي المائية بمنطقة الخليج التجاري. ويتوقع طرح المشروع المقرر تسليمه بحلول منتصف عام 2021 بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل. هيدي كانت حلقتنا لليوم، أنواع كتيرة ومواصفات عديدة عن العقارات ناطرتكن بحلقتنا بكرة. ما تنسوا تتابعونا وتراسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. أيضا لكافة المعلومات حول العقارات المطروحة للبيع ضمن برنامجنا زوروا propertyyours.com وصفحتنا على الفيسبوك. كل حلقاتنا ترجعوا تحضروها على mtv.com.lb/programs. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من العقارات والأخبار العقارية. خليكم على موعد.